السلام عليكم ورحمة الله. هل جابت السعودية والخليج رأس ألمانيا؟ في حفل العشاء اللي سبق مؤتمر برلين قبل أسبوع وكنت هناك، جاء حيث أقف بعد أن هنها كلمته غريغوري بلدجان. وغريغوري بلدجان هو مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية، ودار بيننا حديث طويل انتقد فيه أو لام فيه دول الخليج لماذا لا تتقارب مع إيران. فكان ردي عليه لماذا ترفض إيران انضمام أحد دول الخليج للمفاوضات 5+1 اللي أنتوا جزء منها، وليش ألمانيا أصلا ما تدعم دخول دول مجلس التعاون لتكون إحداها عضو في 5+1 لمفاوضة الإيرانيين، بحكم أننا المتضرر الأكبر مما يجري في الإقليم وليس أنتم يا الخمس دول الأخرى. غريغوري لف ودار، وبعد ساعة من الحوار الطويل والنقاش اللي ما كان منه فائدة في تقديري، حسسني أننا أصغر من أن نكون شيء حتى نكون في معادلة 5+1. يعني وش أنت يا باعوض؟ فما كان مني إلا أن تأكدت أن المصلحية الحادة ما زالت تدفع إيران، ما زالت تدفع ألمانيا للحضن الإيراني. بمعنى الألمان يحبون إيران بطريقة يصعب تفسيرها، رغم أن مصالحهم في الخليج أكثر من مصالحهم في إيران. على كل حال بعد أن قال ذلك أو حسسني بأننا أصغر من أن نكون في 5+1، استدرت وخليته لك الكاس اللي كان في يده وأشغلته عنه بطول سوالفي. لكن كما يقال في الأمثال، إذا أراد الله أن يشغل رجل سلط عليه مرة، ويبدو أن هذا ما فعله الألمان معنا في اليوم الثاني. هذه قناة المراقب الخليجي وأنا الدكتور ظافر العجمي. في اليوم الثاني في مؤتمر الأمن والتعاون الألماني الخليجي في برلين، واللي نظمته جمعية الصداقة الألمانية العربية ويقودها رجل فاضل هو حسام معروف، رجل عروبي يحب الخليج جدا ولاقى الكثير من الصعوبات لعقد هذه المؤتمرات اللي كان أولها 2019. المرة اللي انطلقت علينا أو أطلقها علينا الألمان هي هانان أو هانا نويمان. هانا نويمان هي نائبة ألمانية في البرلمان الأوروبي، فبدت هانا تلقي علينا جلاميد الصخور اللفظية، بمعنى ما خلت أكبر ما عندها ما حذفتنا فيه في كلمتها. قالت عن الخليجيين أمور كثيرة جدا ككلاشيهات يرددها الإعلام الغربي، قتل الأطفال في اليمن، قضية خاشقجي، إلى بقية التهم. وختمت كلامها أو كلمتها اللي ألقتها أمامنا بأنه يجب علينا أن نتغير، على دول الخليج أن تغير نفسها حتى تنزل علينا بركات الأخت هانا نويمان. طبعا ما سكتنا وتصدى لها الحضور الخليجي في كل في مجاله، يعني المجالات متعددة للحضور الخليجي للنخب الفكرية الخليجية اللي حضرت المؤتمر، فكل في مجاله رد عليها سواء أثناء ردنا عليها مباشرة أو بكلمات منفردة أثناء إلقاء الكلمة أو بمداخلات، وحتى في قاعات الحوارات المغلقة ردينا عليها. وكان الخليجيين في ردهم على مثل هذه التهم وطلبها أن نتغير حتى تنزل علينا بركاتها وبركات ألمانيا، كان يقودنا في ذلك الأمير تركي الفيصل، وكان من ضمن الحضور من السعوديين أيضا من اللي ردوا عليها الدكتور محمد بن صقر السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المسمى رصانة، وهو مركز معروف. أيضا كان من ضمن الحضور الدكتور محمد الهيازع رئيس جامعة الفيصل الأهلية، وكان معنا عبد العزيز بن خميس، عبد العزيز الخميس راعي برنامج نيران صديقة في سكاي نيوز، وهو من النخب الفكرية السعودية. أيضا بالإضافة إلى غازي بن زقر من مجلس الشورى السعودي، دكتور غازي فيصل بن زقر، و
عبد العزيز المقبل خبير الطاقة السعودي المعروف أيضا كان معنا من اللي ردوا عليها وتجاوبوا مع هذه التهم، الأستاذ عبد الله الجنيد الإعلامي المعروف من البحرين. أما من الكويت فكنت أنا محدثكم مع الدكتور سعد بن طفلة. سأتحدث عما رديت به على هانا، فردي على هانا كان كالتالي: أن الالتفات الألماني للخليج مصلحية حادة، يعني جابكم النفط والغاز. النقطة الثانية: كنتم ترفضون بيعنا في السلاح في حربنا لإعادة الشرعية، شلون تبوننا نثق فيكم بعد انتفاء حاجتكم؟ يعني الحين تبون النفط، بكرة إذا ما تبون النفط والغاز كيف لنا أن نثق بكم؟ كيف لنا أن نثق بأن مواقفكم لن تتغير؟ ثلاثة في ردي عليها: أنكم أيضا أصلا أنتم ما نفعتوا أوكرانيا اللي هي جارتكم، فاللي ما له نفع لها ما له نفع للناس. أوكرانيا محسوبة عليكم، أوكرانيا بينكم بينها جيرة، كان أقصى مساعداتهم اللي أصبحت نكتة دولية في العالم عندما بدأت المساعدات تنهال من الدول الغربية أنهم أهدوا أو أرسلوا كمساعدة للأوكرانيين خوذ يقولون احموا نفسكم، أما سلاح ما راح نعطيكم، وما زالوا بالتردد كما يقال، وإن كان هناك خطط لإرسال الكثير من الأسلحة الألمانية. النقطة الرابعة اللي رديت فيها على الأخت هانا أن عنوان هذه الحلقة أو هذا المؤتمر هو التعاون الأمني، والتعاون الأمني كيف تعاونون أمنيا وأنتم بالكاد تصنعون أسلحة لا تكفي حتى لطموحات جيشكم القادم؟ يعني ألمانيا تعاني الآن في صناعة السلاح بدرجة وصلت أن نقول الخطط اللي وضعت والمئة مليار اللي وضعت لرفع الجاهزية القتالية للجيش الألماني، لا يوجد أسلحة حتى يعطونها للجيش الألماني ضمن هذه الميزانية. النقطة الخامسة: ما الذي يغرينا في التعاون الأمني معكم؟ يعني الأمني الخليجي، ما الذي يغرينا؟ أنتم لم تأتوا من أجل التعاون الأمني، أنتم جيتوا عشان النفط. فأصلاً حتى مختصينكم اللي يفاوضونا ليسوا مختصين بالأمن، مختصين بالنفط، وعينكم على النفط من كل جانب، سواء بالحواراتكم سواء بكلامكم سواء حتى من تمثلينهم، ليسوا مهتمين بالأمن وليسوا من القطاعات الأمنية. النقطة الأخيرة قلت لها: ما هي الضمانات؟ ما هي الضمانات التي ستقدمها ألمانيا للوفاء بتعهداتها إذا لم توفوا بتعهداتكم حتى مع الروس في اتفاقيتكم في الغاز وحتى مع الأوكرانيين؟ لماذا الآن السؤال؟ لماذا قالت ما قالت؟ لماذا هاجمتنا؟ لماذا طرحت مثل هذا الطرح الحاد هانا نويمان؟ في تقديري أنها كانت تجس نبضنا، يعني نبض الخليجيين، يعني أقرب ما لها من الخليجيين قبل زيارة شولتز للسعودية والإمارات وقطر، أقرب ما لها هذه المجموعة الخليجية، فقالت خلني أستفزهم بمثل هذه النقاط، إذا طافت عليهم سيضعها شولتز في من ضمن الملفات اللي راح يناقشها مع السعوديين والإماراتيين والقطريين وبقية الخليجيين. الجولة اللي يقوم بها شولتز في دول الخليج ستركز من بين ملفاته كما رشح حتى الآن قضية أن تكون ألمانيا واجهة للاستثمار الخليجي، وهذا غطاء كفر، هو جاي علشان النفط. أيضا من ما طرحوه ملف خاشقجي، وهذا إرضاء للجماعات الضغط، فكانت هي جس نبضنا حتى ترى إن كنا نرفض مثل أن تناقش مثل هذه الملفات بين شولتز وبين مضيفيه في دول الخليج. فهذه إحدى وسائل الألمان لجس النبض قبل أن يذهبوا ويضعوا هذه الملفات، وأنا أتوقع أن هذه الملفات لن تطرح. دائما الملفات لإرضاء لجماعات ضاغطة في دولهم يضعون حقوق الإنسان، الجماعات الحقوقية، خاشقجي، الحرب في اليمن، شلون ذبحنا أطفال اليمن، شلون قطعنا على المساعدات، إحنا المتسببين في الألغام ونحن المتسببين في المجاعات وحتى متسببين في كورونا، فيضعون هذه الملفات للضغط على الجهة التي يذهبون إليها ومن ضمنها دول الخليج. فما قامت به هانا هو في هذا السياق. الآن هل نجحنا؟ هل كلامنا كان فاضي وإذن من طين وإذن من عجين ولم تنتبه لنا، وأصلا قالت ما قالت حتى تدون ملاحظات لمسؤوليها لأننا
من ضمن ما فهمنا أن محاور المؤتمر نقلت من أحد مستشاري شولتز إليه قبل رحلته الخليجية اللي راح تبدأ يوم السبت القادم أو اللي هو اليوم. يبدو أننا نجحنا، يعني أنا في تقديري أننا نجحنا والمؤشرات كثيرة، لكن من ضمن المؤشرات هو تغير رأي هانا نفسها. هانا نفسها على وقع تفاقم أزمة الطاقة وحاجتها أنها تمهد الطريق لشولتز وهي نائبة في البرلمان الأوروبي وألمانية، غردت أو صرحت بتغريدة أن ألمانيا وأوروبا في ألمانيا وأوروبا صمتنا لفترة طويلة عن إدارة اعتداءات الحوثيين على السعودية ودول الخليج، لأننا لم نكن نفهم التهديد الإيراني على المنطقة. هكذا تغير موقفها 180 درجة عقب ما زفيناها وعرفناها أنهم هم الضائعين وهم في حاجة لنا أكثر ما احنا في حاجة لهم، وهم لا يقدمون أصلا ضمانات يعتد بها. ما قالته في تقديري هذه قرابين كلامية، يعني ما قدمته ما يودي ولا يجيب. نريد ضمانات سولد أو جامدة من صانع القرار السياسي الألماني. كما قلت هذه قرابين كلامية تجيدها هانا نويمان. ما نريده هو من المستشار شولتز، نريد موقف يتسق مع المواقف الخليجية في اليمن وفي الملف النووي الإيراني. إذا كان يريد موقف نفطي أكثر مرونة كما يقول، فيجب عليه أن يكون له موقف يتسق مع موقفنا في هاتين القضيتين الحيويتين، قضية اليمن وقضية النووي الإيراني. هو في حاجة لنا للنفط كما أنه في حاجة إلى الدعم الخليجي في الأمم المتحدة. فألمانيا تردد هذه الأيام وردته وقاله أمس في الأمم المتحدة، قاله شولتز أن ألمانيا تستحق مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. ففي تقديري أنه بحاجة إلى مثل هذه الفزعة أو الدعم الخليجي. أعتذر، طاحت سماعة الأذن. طبعا لا يمكن أن نستبق الأمور والحديث عن مخرجات جولة المستشار أولف شولتز اللي راح يزور السعودية السبت واللي هو اليوم، وفي زيارة تستغرق يومين في منطقة الخليج، وعقبها راح يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وعقبها يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات هناك. طبعا نتوقع أن مؤتمر برلين كما قلت قد غير ملفات شولتز. ملفات شولتز ستكون عن القضايا الأمنية بالإضافة إلى تفهم موقف الخليج كما قلت في اليمن ومن النووي الإيراني. أنا في تقديري، ولا أكون مبالغ لأنني أمثل تلك الجهة، أن طوعت جهود فردية نظرة ألمانيا للخليج. إلى جانب النجاح لابد من ذكر الخلل، يعني إحنا طوعناهم بطريقة ما جعلته يغير أو ستجعل أو جعلت شولتز يغير الملفات اللي راح يناقشها في دول مجلس التعاون، لكن هناك خلل كما قلت. يعني كان هناك حضور من قبل دبلوماسيين شباب خليجيين وشيء ثلج الصدر، لكن ليس مثل المؤتمر الأول 2019. مؤتمر 2019 حضره حتى الأمين العام لمجلس التعاون، أذكر الزياني كان حاضر المؤتمر، حضر رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر الصباح، حضرت سفراء الدول الخليجية كلهم إذا لم يكن معظمهم. هذا المؤتمر لم يحضر أحد، لم يكن هناك حضور لمجلس التعاون، لا الأمين العام ولا نائبه ولا المجلس ممثل إلا بعلم مجلس التعاون. فهذا أمر يعتبر قصور من مجلس التعاون أن لا يدعم الدبلوماسية الشعبية أو يدعم مثل هذا المؤتمر، إلا إن كان إفساح مجال للدبلوماسية الشعبية كما قمنا به على مستويات فردية. اثنين، هذه الجمعية، جمعية الصداقة العربية الألمانية، تتبنى أو كأنها جمعية الصداقة الخليجية الألمانية. وهنا أتمنى من صانع القرار السياسي الخليجي وزارات الخارجية الخليجية أن تحاول الرقي بمثل هذه الجمعية لتصبح حتى على شكل مؤسسة. تحتاج الكثير من الدعم، الدعم المعنوي قبل كل شيء، الدعم المادي. وزارة الخارجية الألمانية تتكفل بالكثير، السيد حسام معروف جزاه الله خير
خلق أو 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 حفر في الصخر حتى أخرج هذا المشروع الخليجي، رغم أنه ليس خليجي، بيض الله وجهه ويعطيه المنظور العربي، فسماها الجمعية الصداقة العربية الألمانية، لكن هي في قلبها وقالبها هي جمعية الصداقة الألمانية الخليجية، وأتشرف أني عضو فيها. كما قلت، يجب أن يعاد النظر من قبل الخليجيين في الجهد الفردي الخليجي، يعني أن يذهب وفود شعبية خليجية لإبداء وجهة النظر الخليجية. كواليس وزارات الخارجية قد تحد من التحرك، يعني الدبلوماسية البرلمانية الخليجية غائبة للأسف، لم نرى لها تمثيل في مثل هذه المؤتمرات. لديهم مؤتمرات خاصة بهم، لديهم خطط، لكن ليس مبررا غيابهم عن عواصم صنع القرار الجديدة. بمعنى ألمانيا أصبحت من صناع القرار الجديد على مستوى العالم، لها طموح تصل إلى الوصول إلى مجلس الأمن كما شاهدنا، هناك تطوير لمؤسستهم العسكرية، يودون إعادة العلاقات في المجال الأمني. أكثر ما لاحظت وأؤيد هذا الأمر بشدة هو موضوع النتوركينج، بمعنى أن يذهب 10 أو 15 من النخب الفكرية الخليجية لمثل هذه المؤتمرات ويختلطون مع الحضور. الحديث مان تو مان أو رجل لرجل هو اللي غير كلام غريغ، هو اللي غير وجهة نظر غريغ اللي قابلني بعد ذلك وأبدأ تعاطف مع وجهة النظر الخليجية أو تفهم لوجهة النظر الخليجية، رغم أنه كان متشددا في بداية اليوم الأول أو ليلة المؤتمر كما شرحت في بداية هذا الفيديو. والحمد لله قدرنا أو استطعنا أن نغير وجهة نظره، كما غيرنا وجهة هانا مسؤولة الاتحاد الأوروبي. فكما قلت، النتوركينج أو الانخراط في حديث جانبي مع حضور هذه الوفود هو الذي يصنع القرار. كما قلت لكم، أتمنى أن نكون قد نجحنا في تغيير الفايلات التي جاء شولتز للحديث عنها. أتمنى أن لا نرى التشدد الألماني، فهم في حاجة لنا أكثر من أن نكون نحن في حاجة لهم، وأنا على ثقة بأن القرار، صنع القرار الخارجي الخليجي قد تغير كثيرا بعد الأزمة الأوكرانية. أصبحنا مرجعية للكثير من القرارات السياسية وليس الاقتصادية فحسب. الجميع يخطب ود الخليج، جاءتنا روسيا، جاءتنا الصين، والآن ألمانيا تأتي، ونتوقع أن يكون هناك قدوم للكثير من القوى الإقليمية الفاعلة. أنا مستعد كالعادة لتلقي استفساراتكم، لقراءة ما تبعثون من تعليقات، وسماع ما تطرحون من اقتراحات، ولكم مني سلام.